أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم راح نتناول بها نوع جديد من الشبكات نسمي الباتن أسوشيشن نيورال نيتوركس. هذا النوع من الشبكات يتكون من سنجل لاير نيتورك اللي بموجبها الأوزان ممكن أن تتحدد من خلال مجموعة من الفكترز. هذه الفكترز هي ما راح يخزن في الشبكة. الفكترز اللي نحكي عنها تتكون من انبوت واوتبوت. الانبوت راح نسميه اس والاوتبوت نسميه تي. بين الاس والتي حيكون عندنا اسوشيشن. اذا كان كل فكتر تي هو نفس الفكتر اللي حيرتبط به عندها هذا النوع من الشبكه حنسميه اوتو اسوشيتيف ميموري. اما اذا كان التي يختلف عن الاس فهذه الشبكات حنسميها الهيترو اسوشيتيف ميموري. في كل حالة النت راح تخزن، راح تتعلم specific patterns اللي حيكون بيها هذا الباترنز اللي نحكي عنها، حيكون بيها pairs S و T. راح نخزن هذه الأوزان. بعد ما نخزنها الشبكة حيكون عندها القدرة على أن إذا إجاها input معين تسترجع لي الاسوشيتد باترن وياه، تسترجع لي اسوشيتد فيكتور وياه، حتى وان كان الفيكتور اللي دا نحكي عنه الانبوت فيكتور دا نحكي عنه سيميلر بس مو ايدنتيكال. يعني يجينا انبوت فيكتور يحمل لي شيء من نويز بسيط، نشوف النتورك عندها القدره ان تطلع لي اوتبوت الفيكتور اللي كان وياه اسوشيتد لهذا الفيكتور الانبوت. قبل ما نبدا بتدريب الشبكه، الاسوشيتيف ميموري نيورال نتورك تحتاج انه الباترنز الموجوده لازم نحولها الى صيغه مناسبه. فبالغالب التحويل مالتنا راح يكون السيلز اللي تحويلي على معلومات اون نحولها، ممكن نحولها بصيغه الباينري الى واحد، والسيلز اللي تحويلي على معلومات اوف ممكن بصيغه الباينري نحولها الى زيرو. اما اذا كنا نحكي عن بايبولر ريبريزنتيشن فعندنا السيلز اللي بيها معلومات اللي حنعتبرها هي اون حتكون قيمتها واحد، والسيلز اللي ما بيها معلومات اللي حنسميها اوف سيلز حتكون قيمتها ماينس 1. الالجوريثمز اللي نستخدمها لتدريب الشبكه، ممكن ندرب الشبكه باسلوبين. الاسلوب الاول هو الهاب رول فور باتن اسوشيشن. طبعا مثل ما مر علينا سابقا الهاب رول تعتبر هي ابسط طريقه متداوله لعمليه تحديد الاوزان بالاسوشيتيف ميموري نيورال نتورك. مثل ما قلت قبل قليل راح نسمي التريننج فيكتورز بيرز اللي هي الانبوت تريننج والتارجت اوتبوت فيكتورز نسميها بس وتي. بعدين التستنج، بعد ما نكمل تدريب ونخزن الاوزان، تيستينج انبوت فيكتورز راح نسميها اكس، بمعنى الاس هي الستورد فيكتورز. خلال عمليه التدريب نستخدمها من خلال نخزن الاوزان، في حين الاكس هي فيكتورز راح تدخل على الشبكه بعد ما تم تضبيط اوزان الشبكه. هذه الاكس ممكن تكون مشابهه او غير مشابهه الى فيكتور سبق ان دربنا عليها الشبكه مالتنا. بالتريننج الجوريثم بالهاب رول الاوزان الاوليه راح نضبطها بحيث تكون عندنا صفر. بعدين نبدا بعمليه تحديث الاوزان باستخدام العلاقه التاليه. عندي الويت اوف اي جي نيو يساوي لي الويت اوف اي جي اولد زائد قيمه الدلتا، والدلتا هنا تساوي لي الاكس اوف اي في الواي اوف جي. علما بانه الاي يمثل لي عدد وحدات الانبوت اللي هي من 1 الى ان، والجي يمثل لي وحدات الاوتبوت اللي هي من 1 الى ام. بشكل عام نقدر نقول الاكس اوف اي يساوي للاس اوف اي في عمليه التدريب، والواي اوف جي يساوي للتي اوف جي خلال عمليه التدريب. ممكن نستخدم بالهاب رول اوتر برودكت بحيث نوجد الاوزان باستخدام الهاب رول، وايضا الاوزان عندي الانيشال فاليوز لها صفر. هنا العمليه حتكون عندي
الاس فاكتور متكون من ان من الكومبوننتس اللي هو اس 1 اس اوف اي اب تو اس اوف ان، في حين التارجت فاكتور يتكون لي من تي 1 تي جي الى تي ام. بشكل عام اقدر اوصف الوزن من خلال استخدام العلاقة التالية اللي تكون عندي الويت مساوي إلى الأس ترانسبوز في التارجت. والأس ترانسبوز المقصود به الانبوت فاكتورز ترانسبوز في التارجت فاكتور. طيب إذا نريد نخزن سيت مال اسوشيشنز اس بي اللي عندي عدة باترنز، والتي اوف بي والبي هنا يساوي لي من واحد الى كابيتال بي، بمعنى انه انا عندي مجموعه من الباترنز متكونه من باترن اول ثاني ثالث وصولا الى اخر باترن اللي هو كابيتال بي. فعندي كل فيكتور، كل باترن فيكتور اس اوف بي متكون من مجموعه من الكومبوننتس مثل ما وضحنا فوق. هنا كان عندي سنجل فيكتور اس سميناه اس 1 الى اس ان، هنا عندي مالتي فيكتورز. الفكتورز دي نحكي عنها متكونة من كابيتال بي من الترينينج فكتورز، فعندنا كل اس فكتور الاس لباترن 1 يساوي لي اس 1 اوف 1 اس اي اوف 1 وصولا لاس اس ان اوف 1، وكذلك التي اوف بي على سبيل المثال تي اوف 1 يساوي تي 1 1 تي جي اوف 1 وتي ام اوف 1. نفس الحال بالنسبة للباترن الثاني حيث ردي الـ S2 يساوي لي S1 of 2 Si of 2 Sn of 2، وكذلك التارجت T of 2 يساوي لي T1 of 2 Tj of 2 وصولا لـ Tm of 2. بشكل عام إذا ردت أستنتج قيمة وزن weight of Ij weight of any النيورون of any link بين الانبوت والاوتبوت ريت اوف اي جي، الاي ريليتد للانبوت والجي ريليتد للاوتبوت، فهذا الويت يساوي لي summation from p equal 1 الى الكابيتال p، هذا يمثل لي عدد كل الباترنز، لحاصل ضرب الاس اوف اي للبي ترانسبوز مضروب في التي اوف جي لنفس الباترن للبي. هذا السمة الأوتر برودكت ماتريس يتطلب من عندنا استور كل خزن كل أسوشيشن بشكل مفرد، بمعنى أنه أنا رح أجي أوجد أول وزن أجد وزن الثاني الثالث وهكذا. بس بشكل عام ممكن أن نستخدم الصيغة السابقة حتى نقدر نختصر، بدل ما أقول weight of ij أقدر أقول الويت الكلي يساوي لي هذا الضرب مو element element وإنما كل الفكتر مال pattern حاصل ضرب ال s of p transpose في t of p. يعني هنا أنا راح أحكي على فكتر كامل في فكتر كامل وليس element by element لذاك الفكتر. طيب هنا الويت يساوي لي summation from p equal 1 إلى capital p لحاصل ضرب الـ S of P transpose في T of P. الطريقة الثانية بالتدريب اللي راح نستخدمها هي الدلتا رول، دلتا رول for pattern association. بهذه الطريقة إذا نذكر سابقا الدلتا رول افترضنا بها الـ activation function مالت الـ input units هي identity function عليه باستخدام، لو نفترض أن الـ Y ده نحكي عنه يساوي لي النت بالايدنتيتي y of j يساوي لي النت of j، ويساوي لي summation from i equal 1 للان x of i في الويت of i j. الويت كان بي updated باستخدام الفالونج equation. اذا نذكر كنا نستخدم دلتا الويت اوف اي جي يساوي لي الفا اللي هو الليرنينج ريت مضروب في تي اوف جي ناقصا النت اوف جي مضروب في الاكس اوف اي. نقدر نعوض على النت اوف جي باعتبار النت اوف جي يساوي لي الواي اوف جي، لان الاكتيفيشن فانكشن ده نستخدمها هي لينير اكتيفيشن فانكشن، فنقدر نعوض على النت اوف جي بالواي اوف جي. فعليه حتكون عندي دلتا الويت
of i j يساوي الألفا في ال t of j ناقص ال y of j مضروبة في ال x of i. بالإمكان أن نعمل extension بسيطة يسمح لنا نستخدم differentiable activation function، مو linear، مو شرط linear. نقدر نستخدم أي activation function بشرط أن تكون differentiable، وهذه العملية راح نسميها extended delta rule. فعندها ال output مالتنا من نريد أحدث الأوزان اللي موجودة عندي ما بين ال i input unit وال j output unit راح يكون عندي delta of weight i j يساوي لي الألفا مضروبة في ال t of j ناقص ال y of j. بما أنه ال y of j هي differentiable function فراح يكون ال differentiation مالتها راح يساوي لي بالنتيجة يأثر لي على العلاقة فتطلع مضروبة في x of i في الf prime مالت النت of j. هنا الفرق اللي صار عندي بما أنه هنا كانت linear فمن أجي أشتق أخذ الجريديانت مالت المشتقة مال الاف اوف نت كانت تطلع لي القيمة بس الويت ديفرنشيشن مالته واحد فيبقى لي بس الاكس اوف اي. احنا بما انه الفانكشن ديفرنشيبل وهي ليست لينير فالاوتبوت مال الديفرنشيشن مالها راح يحمل لي القيم مال الاكس اوف اي مضروبة في الدريفيتيف مالت الفانكشن الاف برايم نت اوف جي، وهذا نسميه بالاكستندد دلتا. اول نوع من انواع الشبكات الاسوشيتيف ميموري نتورك هو ما يدعى بالهترو اسوشيتيف ميموري نيورال نتورك. بالاسوشيتيف ميموري نيورال نتورك النت راح نحسب من خلال الاوزان، النت راح نحسب اوزانها من خلال الستورد سيت اوف P patterns associations. يعني عندي vectors عددهم P capital P هي المطلوب أن نخزنها. هذه ال vectors من خلالها راح تجري عملية احتساب الوزن. بال hetero associative memory number مال input units يختلف عن number مال output units. كل ارتباط هو pair من ال vectors S of P و T of P، وعدنا ال P هي تساوي لي 1 2 up to capital P. كل فيكتور S of P متكون من N من الـ elements N tuples بمعنى أنه has N components، وكل T of P هو M tuple. الويت ممكن أن نستخدمه باستخدام الهب رول أو باستخدام الدلتا رول. عادة النت راح تلقي لي appropriate output vector اللي هو هيكون corresponding إلى الـ input vector x that may be either one of the stored patterns or a new pattern such as one of training patterns corrupted by noise. بمعنى أنه عندي الـ input vector x إذا إجاني ممكن الـ network تعطيني الـ response مالها يا إما تظهر لي واحد من stored vectors اعتمادا على قيمة الـ s of p، أو إذا كان الفكتر مالتي يحويلي على شوية نويز من يختلف عن الترينينج فكترز يحويلي على شوية نويز، يفترض الريسبونس مالت النيتورك مالتي يعتمد إذا كان هذا النويز ضمن نسبة معينة ضمن نسبة معقولة فنشوف الريسبونس مالتي حيكون مناسب. أما إذا النويز كان عالي لا، النيتورك حيكون الأوتبوت مالتها غير معرف بالنسبة للشبكة. الاركتكتشر مال الهترو اسوشيتيف ميموري نيورال نتورك هو كما موضح في هذا المخطط. هنا نلاحظ عندي عدد من وحدات الانبوت بعدين ب x1 x of i الى x of n، وعدنا مجموعه من وحدات الاوتبوت باديه بال y1 yj y of m. اذا كان عندي التارجت مالتي باي بولر فالاكتيفيشن فانكشن اللي راح نستخدمها حتى تتناسب ويا التارجت اوتبوت حيكون عندي ال y of j اللي يساوي لي ال f of net of j قيمته 1 إذا كان net of j greater than 0 و 0 إذا كان net of j يساوي 0 و minus 1 if net of j less than 0.
أما إذا كان target response مال النت باينري فأفضل activation function أو activation function المناسبة له راح تساوي لي الاف اوف نت للنيورون جي يساوي واحد إذا كان نت اوف جي أكبر من صفر وصفر إذا كان النت اوف جي أصغر ويساوي لي صفر. ممكن حتى نوضح الأمور ناخذ مثال example 1. بهذا الإكزامبل عندي هيترو أسوشيتف نيورال نتورك تعمل لي مابينج بين الانبوت فيكتور اللي يتكون لي من أربعة كومبوننتس سنسميها S1 S2 S3 S4 والاوتبوت فيكتورز اللي يتكون لي من 2 كومبوننتس اللي نسميها T1 و T2. الشبكة كما موضح عندنا هنا هذه الانبوت فيكتورز متكون من أربعة كومبوننتس X1 X2 X3 X4 و التارجت مالتي يمثل الاوتبوت مكون من 2 نيورونز Y1 و Y2. مطلوب من عندنا ان نستخدم الهاب رول لان نخزن الباترنز الاربع المبينه هنا. اول باترن هذا الباترنز الاربع بدنا نحكي عنها. اول باترن عندي بقيمه S تساوي لي 1 0 0 0 وقيمه T تساوي لي 1 0. ثاني باترن عندنا S تساوي 1 1 0 0 وقيمة التي تساوي لنا 1 0. الباترن الثالث الاس تساوي لنا 0 0 0 1 والتي هو 0 1. الباترن الأخير الرابع الاس تساوي 0 0 1 1 والتي تساوي 0 1. مطلوب أن نخزن هذا الباترنز. عملية الخزن اللي حصير عندي راح نشوف القيم مالت الستورد فيكتورز تنخزن بميموري. هذه الميموري ممثلة بالأوزان اللي موجودة عندنا باللينكس ما بين الانبوت والاوتبوت ما بين كل انبوت والاوتبوت. فعندي 4 نيورونز موجودة 4 نيورونز موجودة عفوا 4 انبوت يونس موجودة و 2 نيورونز بالاوتبوت. عمليا هنا حيصير عندي الويت ماتريكس كل النيورون بالاوتبوت راح امثل اوزانه بكولوم بالويت ماتريكس. فطالما هذا النيورون ترتبط ب 4 وحدات معناها النمبر اوف كومبوننتس بالويت ماتريكس ريليتد الى النيورون الاول حيكون عددها 4. نفس الكلام ينطبق على النيورون الثاني راح يمثل بالويت ماتريكس وحدات الكولوم الثاني تمثل لي النيورونز تمثل لي الأوزان اللي ترتبط بالنيورون الثاني تمثل لي الميموري اللي مرتبطة بالنيورون الثاني. فطالما عندي أيضا 4 وحدات مرتبطة بالنيورون الثاني فراح نوجد الكولوم الثاني مكون أيضا من 4 وحدات. بالترينينج الحل مالتنا بالترينينج ممكن أن نجري باستخدام الهبرول ممكن أن نجري العملية بعدة أساليب. أول أسلوب عنوان عندي الويت اوف اي جي تدريجيا حنبدي بيها كل ما يدخل انبوت باترن نحسب الويت اوف اي جي الجديد اللي يساوي لي الويت اوف اي جي اولد ولا ننسى الانيشال فاليوز افترضناها كلياتها صفر بلس دلتا الويت اوف اي جي. دلتا الويت اوف اي جي ممثل بقيمه اكس اوف اي في الواي اوف جي. طيب عندنا ابتداء راح اقول القيم مال اكس اوف اي حتى اعوضها هنا أنا تساوي لي القيم مال S of I والقيم مال Y of J تساوي لي القيم مال التارجت فيكتورز اللي معطات عندنا بالمثال اللي نريد نخزنهن. راح نبدأ بالترينينج. بالبداية حفترض أسوي initialization للأوزان فعندي الأوزان equal 0. لاحظ بهذا الحل راح نحاول نركز على الأوزان اللي حيصير بها تغيير. فعندنا only the weights اللي راح تتغير at each step هي اللي راح تعرض خلال الحل. اما باقي الاوزان ما راح تتغير قيمها حنبقيها كما هي. والاوزان راح نشوف اللي راح تتغير راح نحسبها تدريجيا. راح ناخذ الباترنز مالتنا ابتداء من اول باترنز اللي هو بي ايكوال 1. عندي القيم مال اس والتي بير قيم اس 1 0 0 0 وقيم التي هي 1 0. فراح تكون عندنا قيم اكس 1 تساوي لي 1 X1 تساوي لي 1 في حين القيم مال X2 X3 X4 تساوي لي 0.
x2 x3 x4 تساوي 0. بالمقابل عندي قيمة y1 تساوي 1 مأخوذة من هذا الإليمنت، وقيمة y2 تساوي 0 مأخوذة من هذا الإليمنت. نجي نريد نحسب قيم الأوزان مالتنا. نبدي بالweight of 1 1. weight of 1 1 new يساوي weight of 1 1 old plus x1 y1. قيمة x1 هنا 1 مثل ما وضحنا، قيمة x1 1 وقيمة y1 1 فعليه حصل، وقيمة الاولد 0 فعليه القيمة مال weight 1 1 new هتكون تساوي لي 1. باقي القيم طالما عندي هاس الضرب الx في الy، باقي الx هي zeros، باقي الx هي zeros، فعليه ايا كانت قيمة الy راح يعطيني الدلتا مال الweight of ij equal 0، فعليه all other weights remain 0. نجي للباترن الثاني P2. باترن الثاني عندنا الاس والتي بير موجودة عندنا هي 1100 والتي 10، بمعنى اخر انه الx1 والx2 يساوي 1، x1 وx2 يساوي 1 و x3 وx4 equal 0. بالمقابل y1 equal 1 وy2 equal 0، y1 equal 1 وy2 equal 0. نجي الى الويت اوف 1 1 نيو يساوي القيمة القديمة، القيمة القديمة حسبناها قبل شوية هي 1 بلس x1 y1 x1 في y1 x1 في y1 اللي هو ايضا 1، ف1 بلس 1 ايكوال 2. نجي نحسب الويت اوف 2 1، ويت اوف 2 1، الويت القديم 0 هذا 1 هذا 1، اذا الناتج حيساوي لي 0 بلس 1 ويساوي لي 1. باقي القيم كلها راح تبقى عندنا 0. نجي الى الباترن الثالث. الباترن الثالث البي 3 بالاس والتي تساوي للاس تساوي 0 0 0 1 والتي تساوي 0 1، فعليه عندنا الاوزان، عليها عفوا عندنا الاكس 1 يساوي اكس 2 يساوي اكس 3 ويساوي لنا 0، اكس 1 يساوي اكس 2 يساوي 3 ويساوي 0، وعندي الاكس 4 ايكوال 1، اكس 4 ايكوال 1، في حين واي 1 ايكوال 0 وواي 2 ايكوال 1. فمن نجي نباوع احنا نشوف عندي اكس 1 0 اكس 2 0 اكس 3 0، الموجود القيمه الوحيده الموجوده هي الاليمنت الرابع، والقيمة الوحيدة اللي موجودة لها مقدار هنا هو الإليمنت الثاني، بمعنى آخر أنه فقط الويت أوف 4 2 هو اللي راح ينحسب، 4 2 هو اللي راح ينحسب. فعندي الويت أوف 4 2 نيو يساوي القيمة القديمة اللي هي 0 بلس X4 في Y2، فهذه قيمتها 1، بالنتيجة هذا المقدار حيكون 1. باقي القيم كل القيم البقية حتكون عندي 0، لأن عندي X1 X2 X3 0، من تنظروا في أي مقدار هنا حيعطيني 0. ننتقل الى الباترن الاخير اللي هو البي 4. حتكون عندي قيمة اس بي 0011 وقيمة تي تساوي لي 01، فعندنا هنا اكس 1 يساوي اكس 2 يساوي 0 و اكس 3 يساوي اكس 4 ويساوي لي 1، اكس 3 يساوي اكس 4 ويساوي 1، الواي 1 ايكوال 0 في حين الواي 2 ايكوال 1. من نريد نحسب القيم الموجودة عندي هنا، لاحظوا الإليمنت هنا الثالث، فمن أحكي على الويت أوف أي جي، الأي هنا يساوي 3 والجي 2، فالويت أوف 3 2. نجي نحسب ويت أوف 3 2 نيو يساوي ويت أوف 3 2 أولد اللي قيمته صفر ما تغيرت بلس أكس 3 في واي 2، والناتج حيصير عندنا 1. القيمة الأخرى اللي عندنا هنا هذا الكومبوننت نمبر 4 ويا الكومبوننت الثاني اللي هو نمبر 2، فاي ايكوال 4 والجي ايكوال 2، بمعنى اخر الويت اوف 4 2 نيو يساوي الويت اوف 4 2 اولد زائد اكس 4 في الواي 2. القيمه مال الويت اوف 4 2 اولد طلعناها قبل شويه تساوي لي 1، فانت هذا يساوي 1 بلس 1 بلس 1 ويساوي 2. باقي الاوزان البقيه ما راح تتغير عليه. الويت ماتريكس بعد ما انتهينا من احتساب الفور باترنز حيصير عندي 2 1 0 0 0 0 1 2، هذه الأوزان اللي هي مرتبطة
بالنيورون واي 1. هذه الأوزان هتكون هي الأوزان اللي مرتبطة بالنيورون واي 2، والويت ماتريكس يمثل لي الويت لكل الباترنز، الأربع باترنز البير، الأربع pairs of patterns اللي دخلت عندي انخزنت في هذا الويت ماتريكس. خلينا هسه نشوف نحسب الوزن بطريقة أخرى، ناخذها مو على مستوى element element وإنما ناخذها على مستوى pattern pattern بالكامل. فرح نتعامل بال S of P وال T of P باستخدام أيضا الهاب رول. فعندي الويت of P يساوي لي ال S of P transpose في ال T of P، بمعنى أجي على كل pattern أخذ ال S مالته أسوي transpose أضربه في التارجت مالته. ف 4P equal 1 ال S قيمته 1000 والتارجت مالته 10، فعليه ال weight matrix هنقول ال S transpose هذا هيصير عندي 1000 في التارجت اللي هو ال 10، انطانا ويت ماتريكس نتيجة دخول الباترن الأول مقداره 1000000. نفس الكلام ينطبق بالنسبة للسكند بير اللي هو ال P2، الأس عندنا بـ 1100 والتارجت 10، فالويت ماتريكس عندنا راح يكون الأس ترانسبوز هذه القيمة ترانسبوز مضروبة في التارجت، وراح نحصل من عندها على 1100000. من الباترن الثالث اللي قيمته بالاس 0001 والتارجت مالته 01، الويت ماتريكس من نعمل هذا له ترانسبوز راح يصير عندي 0001 وهذا اوريدي 01، حاصل ضربهم راح يعطيني 0000 و00001. ننتقل للباترن الرابع اللي بي الاس 0011 والتارجت مالته 01، الويت ماتريكس مالته حيكون الاس ترانسبوز هذه قيمه ترانسبوز مضروبه في التارجت، راح نحصل من عنده على هذا الماتريكس اللي هو 0000 و0011. هذه الماتريسيز اللي ظهرت لنا هنا وهنا واللي قبلها تمثل لي تأثير كل باترن على الويت ماتريكس. فعندنا الويت النهائي حيمثل لي السميشن مال هذه الماتريسيز مال الأول والثاني والثالث والرابع. فنجي نقول الويت يساوي النتيجة اللي حصلناها من الاسوشيشن مال أول باترن زائدا النتيجة اللي حصلناها من الاسوشيشن مال ثاني باترن زائدا النتيجة اللي حصلناها من الاسوشيشن مال ثالث باترنز زائدا النتيجة اللي حصلناها من الاسوشيشنز مال رابع باترنز. سميشن مالتهم انطانا الويت ماتريكس 2100012. لو قارنا ويا الطريقة السابقة راح اشوف القيم عندنا متماثلة. ننتقل الى اخر صيغة، هذه الصيغة تعد هي افضل صيغة بدل ما ابدي بإليمنت إليمنت او باترن باترن. راح نشتغل بشكل عام، اخذ كل التريننج فيكتورز كل البيرز مال التريننج فيكتورز اخليهن سويه، فاقول الويت يساوي لي الاس ترانسبوز كماتريكس حاط بي خازن بي كل الفيكتورز مضروب في التي، والتي هنا كماتريكس مو فيكتور ماتريكس، حاطين بهذا الماتريكس كل القيم مال تارجت فاليوز. فالويت يساوي لي إذا نلاحظ هذه القيم مال S1 transpose، هذه القيم مال S2 transpose، هذه القيم مال pattern مال S مال pattern الثالث transpose، وهذه القيم مال S مال pattern الرابع transpose مضروب في القيمة مال التارجت الأول اللي هي 10، التارجت مال pattern الثاني 10، والتارجت مال pattern الثالث هو 01، والتارجت مال pattern الرابع 01. ناتج ضرب هذه التو ماتريسيز راح يساوي الويت ماتريكس اللي شفناه قبل شويه مساوي بالطريقتين الاولى والثانيه، من حسبنا الانديفيدجوالز وحده كل ويت اوف اي جي، ومن حسبناها بير باترن باترن، في حين احنا استخدمنا التو ماتريسيز جمعنا بيها كل الباترنز اللي احنا نريد نسوي نريد نخزنها بالشبكه
وده ندرب الشبكة عليها، ناتج ظرفه بشكل مباشر حصلنا من عنده على الويت ماتريكس. هذه الطريقة الحقيقة هي الأسلوب أقصر طريق وأسلوب مفضل لاحتساب الويت ماتريكس باستخدام الأوتر برودكت للهبرول.